يعني القصه اليوم اذا انت تستهدفهم بكلام، هسه مو هذا اللقاء، شوف باكر شو يصير على الوليد. صحيح يصير مليون قصه يسوون، مليون معاد حتى يطلعوا لك فيجيبوا لك سلسلة عندهم يحترف عليك انت شو يعني. ماكو قصص هيك دكتاتوري حزب تقدم دكتور ضاري، هيك الحزب دكتاتوري بصراحه. هم تدري هسه احنا جبت لي هذه السته ما انسى لك هذا الموضوع نغطيه بشكل جيد. قلت هاي هسه بمراحل اكو فساد، هسه من صارت هاي القصه وبشكل عام هم خففوا. الحكومه المركزيه في بغداد سدت عليهم الكاك مال الفلوس، هاي المرحله راحت زين. فنوعا ما هم هربطوا لان فلوس ماكو، من اكو فلوس يبوقوها. هاي المرحله شويه يعني خففوا. يعني المشكله مو بالاجراءات، المشكله ماكو صرف. ماكو صرف. فلذلك هم هجدوا، اكو صراع بينهم وبين المحافظ هسه علي فرحان. علي فرحان هم عزلوه هسه. علي فرحان هو رطوه مراد يسوي. علي فرحان اذا يريد علي فرحان تحقيق على على ملفات يعني 10 سنين ما يخلص التحقيق وياه. ليش؟ ملفات المحافظه كلها براسه لان هم ما لهم توقيف. بالتليفون محافظ اصرف لفلان، انط فلان مقاوله، انط فلان ما ادري شنو. المحافظ يشتغل على التليفون؟ طبعا قصاصات كلها قايمه تشتغل. واكو دوائر يعني من يخابره المحافظه ويدز له كتاب يذبه بالقارضه لانه مو هو اللي يحكم. الرجل هيك يعني واجهه ديكور عمال اوامر واللي تسووا هيك انط المشروع هذا تخطيط. اكو ناس يعني هم المنظومه اللي انشاها يعني السيد الحلبوسي هي من تتصرف. بعت يعني منظومة السيد الحلبوسي بعدي وراح ترجع اقول لك الحن. احنا هم يريد يرهبوننا بهاي السوالف. لا سعر يابا احنا يعرفوننا الناس قبل انت تصير وابوك. عمي محافظه نعوف لك اياها وفي يوم الله وروح نقعد حيث نحترم وحيث كرامتنا. واحنا بعد بزعنا ابو طلع نذهب الى الحبشه فان فيها لا يظلم اي صوت يرهبونه، اي حر يحاولون يقمعوه يقول على بودي يسووها حاره البتران يعني كلها حشاكي لطخوك بقصه لانه انت تحكي عليهم ما عندهم عليك شيء، يبدون يدوروا لك يبحبشون سوالف يسوون منها حقيقه او كذا. فما هاي الشيء الالكترونيه هاي احنا ما نحكي بالجديد، خلينا نحكي بهاي الاجراءات. المثل هاي اللي يمك اكو الاف عليهم، الاف هسه اذا زين هيئه النزاهه بالانبار تبدلت. انا كنت ذاك اليوم يم معاون مدير النزاهه بالانبار كلهم الولد شباب جايبينهم من بغداد، خوش ولد محترم. قلت له يا ريت اني يدزون علي وعلى مثلي اذا عدلي، لكن انتم عايفين الجمال المحمله ذهب اللي انسرقت جاي تسال والله سياره راحت سياره اباني اطرد لكم داعش. انا رجال استاذ بالجامعه لان تركوا كل هذه الملفات. انا بيتي ما قدرت ادافع عنه من الارهاب لانه فوق قدرتنا الموضوع. دفعنا شهداء وابنائنا.